في سيرة عطرة عقد من الدرر تحكي جواهره عن طيب الأثر. ضيف من الذكرى من الذكرى كبرى ضيف من الذكرى ومواقف كبرى بالنور قد كتبت لتضيء كالقمر. في سيرة عطرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ذكرياتي. نستكمل في هذه الحلقة اللقاء الثري حقيقة مع ضيفنا الأستاذ الدكتور حسن بن فهد الهويمل. حياكم الله دكتور. يا هلا. الله يحييكم. الله يحييك دكتور. في الحلقة الماضية تحدثنا حقيقة عن يعني مراحل الطفولة والنشأة، ظروف تلك المرحلة والتعليم والتعلم، إلى أن وصلنا إلى أن أخذت الشهادة المعهد العلمي اللي تعادل الصف الثالث ثانوي. بعد تلك المرحلة يعني كيف أكملت دراستك؟ عن طريق الانتساب أيضا. أيوة. سجلت عن طريق الانتساب في كلية اللغة العربية، كانت تسمى المعاهد والكليات قبل أن تكون جامعة. نعم. كانت تسمى الإدارة العامة للمعاهد والكليات. فانتسبت، وكان أيضا في ذلك الوقت يقبلون الانتساب لأي طالب، الآن يشترطون لابد يكون عنده امتياز وكذا. أنا ما كان عندي امتياز في ذلك الوقت لأني كنت مشغول بالصحافة والصحافة والإعلام والأشياء ذي، فما كان. كنت تكتب يعني في الصحافة في ذلك الوقت؟ إيه. وأنت في الثانوي في المرحلة الثانوية؟ وأنا في الابتدائي أول مقال نشر لي عام 1381 هجري في مجلة المنهل، وهو قراءة لرواية بنت قسطنطين. فهذه أرسلتها ولما نشرت أرسلت لعبد القدوس الأنصاري الله يرحمه مقال. أم القرى هي صاحبة؟ لا، كان بالمنهل، مجلة المنهل. مجلة المنهل. مجلة المنهل. إيه؟ كان عبد القدوس الأنصاري أهدى لي ديوان القلائد للسنوسي رحمه الله، محمد السنوسي. ولما أهداه لي طلب مني أني أكتب دراسة عنه. كم كان عمرك؟ ها؟ كم كان عمرك في ذاك الوقت؟ عمري يمكن 18. ما شاء الله ما شاء الله. يعني 81. ايه ايه. فاللي حصل انه اهدالي الديوان وكتبت مقال كان فيه قسوة شوي على الشاعر، والشاعر له مكانة. يعني كانت نقدية، قراءة نقدية. ايه، قراءة نقدية وطيش الشباب، وكتبت يعني نقد شوي شديد ليس فيه تجاوزات يعني، لكن فيه قسوة فقط، وإلا هو رأيي لم يتغير. فأرجع لي المقال وقال لعلك تعدل فيها وكذا ولعلك كذا. فرحت أنا وأرسلت المقال إلى جريدة عكاظ، أيام كان يعني مكانته كانت هي تتزعم الحداثة في الحجاز. تسمح لي دكتور الآن لما أرجع لك الدكتور الأنصاري. إيه؟ رجع المقال لك لتعديل. تعديل. إيه؟ أنت ما قبلت التعديل. ما قبلت التعديل، أرسلت المقال عكاظ لأن هي اللي تتبنى ما يسمى التجديد. إيه؟ وعمرك 18 سنة. عمري 18 سنة دكتور. لا ترى أن هذا تحدي
كان تحدي قوي يعني والله لقامة مثل الدكتور الأنصاري وأديب والله لا والله رغبة للشهرة كل وقت ما عندنا إلا رغبة الحضور الإعلامي والهيلمة الإعلامية والأشياء هذه ما كان عندنا الشعور بال يعني عندنا الشعور نفسه لكن عندنا الشيء الطاغي علينا هو أننا نحب الحضور على أي شكل من الأشكال فنشر المقال وانزعج الأنصاري وغضب عليها السنوسي رحمه الله وطالت الجفوة بيني وبينهم سنوات يمكن 4 أو 5 سنوات لكني بحكم أني في ذلك الوقت أنا كنت رئيس نادي القصيم الأدبي فقمت أنا ووسطت بعض الإخوان وتدخلوا وجمعوا بيننا واستضفت السنوسي وطبعنا له بعض الكتب وأيضا الأنصاري طبعنا له بعض الكتب كتاب ويعني تم تسوية الأمور واستدعيتهم وألقوا محاضرات عندي جميل. وبالتالي يعني زالت الجفوة اللي كانت موجودة وكنت حقيقة متأسف لوجودها لكن ما شباب الشباب وطيش الشباب طيب دكتور درست في بعد المعهد ذهبت مباشرة إلى كلية اللغة العربية العربية نعم منتسب وش اللي حدد يعني مسارك هل هي رغبة في مرحلة الشريعة مرحلة كلية الأصول لا في ذلك الوقت كان الخريج يعين قاضي ايه والقاضي والقاضي لابد ان يكون له التزام وله هيئة معينة سمت وهيئة معينة وكذا وحنا شباب نريد ان نتمتع بهذه المدنية الجديدة وهذه الاشياء ورحنا وذهبنا الى اللغة العربية اللغة العربية ولحوا علينا اننا نروح للشريعة بس ما قبلت انا وقلت لهم والله انا ما استطيع والشريعة تحتاج الى احتشام والى التزام والى كذا وحنا شباب نبي نتمتع بهذه الاشياء اللي الطارئة والمدنية ففعلا قبلون بكلية كانوا يجبرون بعض الطلاب على يجبرون بعض الطلاب اي لا وكان خريج اللغة العربية يعين قاضي عجيب إيه شهادتي الآن أنا مكتوب فيها إن الشيخ حسن بن فهد الويمن إن الشيخ كلمة الشيخ فأنا شيخ بإمضاء وتوقيع المفتي يعني أنا الآن بإمكاني أكون محامي بإمكاني أكون مثلا مستشار شرعي بإمكاني أن أكون لأنه عندي هذه الشهادة تخوني ودكتور المنيع خريج شريعة لغة الشيخ عبد الله ايه عضو هيئة كبار العلماء ويستحق لأنه عالم طبعا قبل أن ندخل كلية اللغة العربية هو يعتبر من كبار العلماء الشيخ عبد الله كان من زملائك نعم لا لا من الجيل اللي قبل من جيل بس كانوا بالسنة الرابعة وحنا بالسنة الأولى في ذلك الوقت طيب من اللي كان معك يا دكتور في السنة الأولى في الكلية؟ والله في مجموعة كبيرة تذكرهم؟ أذكر والله واجد منهم لكني أخشى أعدهم وبعضهم أنسى بعض يشرهون علي كلهم أدباء؟ يعني أصحاب توجه أدبي وأصحاب قلم لا لا أغلبهم خليط ما هم ما عندهم بعضهم كلهم هربوا من القضاء هروب من القضاء لا أكثر ولا أقل يعني اللغة العربية ولهذا لما بدأوا يهربون كثفوا المواد الفقهية والدينية في اللغة العربية وعينوا منهم قضاة كثير من القضاة اللي عينوهم كانوا خريجين لغة وليس خريجين طيب الأساتذة اللي درسوك في الجامعة يا دكتور تذكرهم كانوا كلهم سعوديين ولا في لا لا أكثرهم من المصريين من الأزهر أكثرهم تذكر أساتذتك؟ والله إيه عارف دكتور شو اسمه عبد الرزاق عفيفي والدكتور علي شباط والدكتور شو اسمه هذا الدكتور علي شباط والدكتور غازي والدكتور مصريين هذول كلهم في القصيم إيه في القصيم
الدكتور عبد الرزاق عفيفي جاء القصيم، جاء القصيم وراحوا للكليات لما فتحت لما كثر الخريجين وتعين كثير منهم بالتدريس واكتفى، اصبح هناك اكتفاء ذاتي بالنسبه للمعهد العلمي، المعاهد العلميه انتقلوا الى الرياض ودرسوا في الكليات. كم مده الدراسه في الكليه دكتور؟ 4 سنوات. طيب في الكليه دكتور كنت ايضا لازلت على راس العمل في التعليم. نعم التعليم. تدرس اي مرحله؟ المتوسطه؟ مرحله متوسطه الثانويه. وش اسم المدرسه يا دكتور تذكرها؟ مدرسه العزيزيه، الثانويه العزيزيه. كلها اسمها العزيزيه. العزيزيه ما فيه في القصيم ذاك الوقت الا مدرسه واحده؟ لا كان فيها العزيزيه والعنصريه والفيصليه، كان فيه 3 مدارس. انت مدرس في العزيزيه؟ انا مدرس في العزيزيه. ويوميا تدرس فيها؟ اي طبعا. متوسط وثانوي؟ اي نعم نعم. وش المواد اللي تدرسها؟ ايضا خليط ولا تخصص؟ لا لا تخصصيه طبعا. ما مش تخصصت الله يحييك. وكنت درست المواد الدينيه في ذلك الوقت، درست المواد الدينيه في ذلك الوقت. بناء على رغبه منك؟ لا والله هم ما كان عندهم كفاءات. ايه ما عندهم، ما توفرت الكفاءات الدينيه وقالوا لي ووافقت، لانها وافقت هوى في نفسي. جميل. وامكانيات ايضا، يعني عندي امكانيات. جميل. طيب جلست مدرسا وانت طالبا ايضا منتسبا. نعم. 4 سنوات في المعهد، عفوا في الجامعه. نعم. 4 سنوات. 4 سنوات منتسب. دراسه سنه كامله، ما فيها فصل اول فصل ثاني؟ الا في فصلين، امتحانين في السنة الواحدة، امتحانين. ايه اللي هي الفصل الأول والفصل الثاني. الفصل الأول والفصل الثاني. ايه وتجمع كل المعدل وتعطى درجة النهائية. لا يعني جيد، جيد جدا، مقبول. عندكم 3 مراحل، مقبول وجيد وجيد جدا وممتاز، 4 مستويات. طيب في ذلك الوقت يا دكتور أنت تزوجت ولا لا؟ لا تزوجت مبكر أنا. تزوج عام 1381. عمرك تقريبا 18 سنة. لا 1380. 80. نعم. عمرك تقريبا 18 17 سنة. ايه عمري لا 16 يمكن. سبحان الله. دكتور يعني اللي يلحظ الآن يعني ما شاء الله عليك دكتور حسن، يعني كيف جمعت بين يعني الدراسة والتدريس ويعني وظيفة والكتابة الصحفية والرحلات والقنص وكل الأمور هذه. أنت وين كنت تروح أول؟ ها؟ تروح كنت يعني تقنص أول؟ ايه في قنص. وأنت صغير؟ في ذلك الوقت في قنص، وقنص متوفر الطيور يعني، ونجد كانت فيها خصوبة وفيها إمكانيات. كلها في القصيم؟ كلها في القصيم. ما شاء الله نجد، ما في شك كانت وكان في سعة في الوقت، وفيها أيضا يمكن دكتور بركة في الوقت جدا. ايش ما عندنا الا ما قال النوم والدراسه، ما في غيره. والتدريس ما عندنا لا رواد ولا تلفزيونات ولا امكانيات ولا حتى كهرب ولا شيء نبل، ما عندنا. في الغالب يا دكتور في ذاك الوقت يعني في اهل القصيم بشكل عام جيلكم كيف كان يقضي يومه؟ يقضي يومه في العمل، ما عنده يعني. شوف كنا نستيقظ لصلاة الفجر ونبدأ العمل بعد صلاة الفجر ونستمر حتى صلاة العشاء، وكانت يعني صلاة العشاء ثقيلة جدا لأننا منهكين يعني. النوم. مجرد ما تؤدي الصلاة تنام، ما في سهر بعد صلاة العشاء. ما في سهر، وين تسهر؟ إلا على السرج وعلى لا، ولا يسهرون الناس أساسا. الناس يعني يستنزف طاقتهم العمل، العمل باستمرار اليوم كله عمل، كله عمل. الوالدين يا دكتور أيضا كان لهم تأثير عليكم في قضية الجانب التربوي، الجانب القيامي؟ ما في شك. والآباء كان لهم هيبة، ما يعني ما كان الواحد يتجاوز حدود الأدب معهم أبدا، ما هو مثل الآن. الآن يعني خفت الأمور وأصبح هناك نوع من الـ ضعف الجانب التربوي. ضعف نعم، مو بعقوق لكن نوع من المساواة.
أنا أذكر يا دكتور إن الوالد الله يطول عمره يذكر قصة الوالد يعني عمره قريب 90 يقول أول يعني كنا إذا دخلنا المسجد ما نروح قدام نجلس في الصف الثالث والرابع وإن كنا مبكرين لأن فيه كبير بالسن نحترم ما يجي للصف الأول. نعم هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ولا يطيعونك أساسا هم يطردونك حتى لو تقدمت وجلست في الصف الأول ينهرونك بشدة وقسوة حتى تتأخر لأنه معروف أن جماعة المسجد كلهم متلاحمين متعارفين يعرفون هذا مكان فلان وهذا مكان فلان وهذا مكان فلان ما فيه شيء اسمه يعني أنك تبي تأخذ حقك وافي. طيب دكتور في تلك المرحلة في سواء بالابتدائي أو بالمتوسط أو الثانوي هل كان فيه يعني مثل زي الأنشطة الطلابية الرحلات المسارح البرامج الإذاعية في أنشطة؟ نعم 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 فيه أولا كان في عندما كنا في المعهد العلمي كان فيه نادي اسمه النادي الأدبي. النادي الأدبي نعم. هذا النادي كل الجمعة في صالة بالمعهد العلمي تفهمه أول مبنى مسلح أقيم في بريدة بعد المكتبة العامة. الملك سعود رحمه الله عندما جاء إلى القصيم اطلع على المكتبة وجد فيها كتب مهمة وجد أن بعضها مبلل وبعضها متعفن وبعضها كذا فطلب منه الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله أنه يبني مقر للمكتبة فأول بناء مسلح هو بناء المكتبة ثم بعد ذلك بناء المعهد العلمي بعده بشهور بني المعهد العلمي كان هناك نادي اسمه النادي الأدبي يقيمه الشيخ محمد العبودي الله يغفر له يرحمه الرحالة الرحالة كان هو مدير المعهد العلمي كان مدير المدرسة المنصورية وبعد ما فتح المعهد جابوه وخلوه مدير المعهد العلمي كان عنده أنشأ نادي وطلب مني أنا أني أقدم برنامج أسبوعي اللي هو الطرائف وكنت وعطانا مراجع منها العقد الثمين مو العقد الفريد العقد الفريدي العقد الفريد عطاني اياه وقال لي خذ منه شو اسمه طرائف وكذا اذكر اني اخذته واملى عليه بيتين من الشعر يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالدي ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد فحفظت هذا البيت وكل اسبوع اقدم تقدمها في الإذاعة ولا لا بالنادي طرائف حتى ما يسجل ولا تسجيل ثم بعد ذلك بدأت أقدم كنت مقدم أيضا يعني أقدم المتكلمين سواء من الأساتذة أو من صار في حفل أو اجتماع إيه أو شيء نعم حتى لما زار الملك فهد الله يرحمه القصيم وقيمت في المعاهد والكليات وقيم لقاء كنت أنا اللي أدير الحوار مع الملك الله يرحمه أدير الحوار مع الملك فهد على عندك ميراث يعني ومع وزير الداخلية الأمير نايف الله يرحمه كلهم اللي أدير الحوار معهم حتى أذكر أن الأمير نايف الله يرحمه من كثرة مشاغل وكثرة كذا كان مفروض يأتي بعد صلاة العشاء ما جاء إلا الساعة 12 متأخر المتأخرين الله يرحمهم طيب الإذاعة هذه أو النادي الأدبي هذا في أوقات الدوام وأوقات لا بالليل ليلة الجمعة كل ليلة الجمعة كل الجمعة يقام ويحضره أهل المنطقة ولا فقط الطلاب يحضره المشايخ والعلماء والأساتذة والطلاب طيب يلزمون يحضرون تحضير الطلبة لكن في المدارس يا دكتور في المدارس في النهار وأنت مدرس في العزية في الابتدائي هل كان عندكم أنشطة طلابية؟
إيه كيف الطلاب يقوم بالأنشطة؟ إيه نعم نعم، عندنا أنشطة طلابية. أنا كنت بالمعهد العلمي أصدرت صحيفة اسمها البيان، صحيفة حائطية. جميل. ونكتب نكتب مقالات فيها ونكتب أخبار ونكتب كذا، وكنا نلصقها على جدار المعهد في الممرات. المعهد أو المدرسة؟ لا، في المعهد العلمي أول. المعهد العلمي. وبعدين بدينا نصدر صحف في المدارس اللي احنا نعمل فيها. وكان الشيخ صاحب ليه صاحب سكيتي الله يرحمه شديد، ومر عليها وشاف الطلاب متجمعين وشقه، قال انتم تبي تلهيكم عن كتب الحديث وكتب التفسير. وبعدين تسامح شوي وتركها. واستمرت هذه بين الطلاب ولا انت اللي تعدها دكتور كلها؟ لا، كنت اعدها، وكان الطلاب يجيبون مقالات وبعضهم يجيب ابيات شعريه وبعضهم يجيب نصححها، ويصحونها الاساتذه ويضيفون اليها بعض الابيات وبعض كذا وينشرونها. بقي منها شيء عندك الان دكتور تذكر؟ والله ما اذكر الا اذكر قصيده انا نظمتها في ذلك الوقت، ولا اذكر بالضبط، ان ذكرتها فانا جبتها لك. كم كان عمرك؟ كان عمري يمكن 16 سنة. وكتبت قصيدة؟ وكتبت هذه القصيدة هي. لا تكون بس هجا ولا شيء. ها؟ ما هجأت. إلا هي قصيدة كتبتها، هي قصيدتين وبعدها ما كتبت، لأنه يعني شفت أنها دون المستوى اللي أطمح إليه، وبالتالي ما أردت أني ولا أريد أن أعرف بشاعر، أريد أن أعرف بناقد. واحدة قصيدة. عفوا يا دكتور، وش الفرق الآن؟ تريد أن تعرف بشاعر وليس أو بناقد؟ بناقد ولا بشاعر. نعم، لأنه بعض الـ 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 بعض الـ الأدباء عرف شاعرا وناقدا، مثل شو اسمه العقاد. إيه؟ العقاد 11 ديوان مطبوعة، لكنها ما عرف إلا ناقد أكثر من معرفة الشاعر. والرافعي مصطفى صادق الرافعي رحمه الله أيضا له 4 مجلدات ضخام. وشوقي عرف شاعر ولم يعرف ناقد، مع أن له يعني روح نقدية، عنده روح نقدية، لأن الشوقيات المجهولة إيه؟ مجلدين ضخام أفضل من الشوقيات المشهورة حقته، أفضل يعني الروح الشعرية فيها أقوى من الروح الشعرية في الشوقيات. أنت النزعة يمكن نقدية عندك، تريد أن تبرز أكثر من كشاعر. أنت القصيدتين ذيك هي آخر قصيدتين كتبتها؟ القصيدتين نعم، أدركت أنها دون المستوى، يعني ما ليست هي القصائد التي أتطلع إليها، وخشيت أني أفشل وبعدين أخسر مكانتي النقدية. هذا دكتور أنت وأنت طالب منتسب في المعهد كنت تكتب هال نعم نعم المقالات وتكتب الصحف هذه بصفتك رئيس النادي؟ إيه، بصفتي رئيس النادي. رئيس النادي الأدبي. النادي الأدبي. إيه، بعد مدة النادي الأدبي، ما جاء إلا بعد ما تخرجت من الجامعة. يبدو أن المعاهد كانت أنشط من يمكن التعليم الصباحي. إيه نعم نعم نعم، نشيطة قوية وإمكانيات. والطلاب أيضا يمكن. والطلاب أيضا عندهم جد مستوى. إيه عندهم مستوى. كنا نتنافس. المتوسط والثانوي النظامي. إيه؟ والمعاهد العلمية التمهيدية والثانوية كنا بيننا وبينهم تنافس وتلاحي، يعني أننا نخرج المؤذنين ونخرج الوعاظ والأئمة وكذا، هم يتهموننا بهذا ويرون أنه يعني بيعزلك عن التعليم النظامي اللي حرص الملك عبد العزيز على إشاعته. لكن طالب يا دكتور يبدو أنه في المعهد يطلع يعني محصن في اللغة العربية، ويعني ملاءته اللغوية وأيضا الشرعية يمكن أكثر من طالب التعليم العام. طبعا ما في شك، هي أكثر.
لا في مكافأة، مكافأة يعني يميل إليها الطالب. والنوعية دكتور يمكن. والنوعية هي اللي تروح المعاهد كانت النوعية والمكافأة تدخل فيها واحترام المجتمع، مجتمع يحترم هذه النوعية من الشباب. طيب ذاك الوقت طغت كرة القدم ودخلت كرة القدم، مع أنها كانت بدائية في ذلك الوقت، ما في يعني ما في إدارة أندية ولا في شيء نبدين، لكنها أشغلت الشباب، أشغلت الشباب بشكل واضح جدا. جميل. طيب دكتور أنا سأتوقف أيضا عند هذه المرحلة على أن نكمل بإذن الله عز وجل في الجزء الآخر مرحلة ما بعد الكلية بإذن الله عز وجل. نستأذنك فاصل الله يرضى عليك. يا هلا أيها الإخوة، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا. النور قد كتبت لتضيء كالقمر في سيرة عطرة. مرحبا بكم مرة أخرى في ذكرياتي، ضيفنا وضيفكم هو الأستاذ الدكتور حسن بن فهد الهويمي، حياكم الله دكتور مرة أخرى. يا مراحب. الله يحييكم. يا هلا دكتور. سندخل الآن مرحلة يعني جديدة من حياتكم بعد أن انتهيت من مرحلة الليسانس. قبلها يا دكتور مسمى الليسانس عربي ولا غير عربي؟ الليسانس غير عربي. إيه وش المقصود بها؟ معادلة أو مع الجامعية؟ الليسانس الجامعية اللي هي مثل الدكتوراه الليسانس أو البكالوريوس في التعليم العام. إيه نعم تقريبا. إيه نعم. يظهر أن الليسانس كلمة فرنسية والدكتوراه كلمة إنجليزية، يبدو لي وأنا ما عندي. أيه. طيب بعد أن حصلت على شهادة الليسانس يا دكتور من يعني كلية العربية، وين توجهت؟ بعد وظيفيا وظيفيا أو تعليميا؟ إيه؟ رجعت للتعليم الثانوي طبعا. تدرس في؟ إيه في الثانوية العامة. تغير مسماك الوظيفي؟ لا مدرس. معلم. معلم مدرس مدرس. ايه في العزيزية. في العزيزية نعم. كم استمرت في العزيزية دكتور؟ والله يمكن 11 سنة. 11 سنة مدرس من بداية تدريسك وأنت طالب. ايه نعم. وأنت في المعهد. نعم نعم. ما شاء الله ما شاء الله. يمكنك أطول واحد جلس في لا بعد بعد الليسانس. ايه انتقلت إلى التعليم الثانوي. ايه بدل المتوسط. صرت مدرس ثانوي. كنت مدرس ثانوي جلست 11 سنه في هذا في هذه المرحله. تدرس اي ماده؟ ادرس المواد الدينيه. هو المواد نفس الشيء دكتور؟ لا نفس الشيء طبعا ما تقدر الان بدا تخصص. اي لاني اعرف الان الدكتور ان الان في الثانوي لا يدرس الماده الا يعني الجامعي المتخصص في هذا المجال. نعم. التربيه الاسلاميه تخصص مثلا شرعي او اصول دين، اللغه العربيه تخصص لغه عربيه، جغرافيا او تاريخ تخصص مثلا المواد الاجتماعيات، رياضيات رياضيات. انت دكتور تخرجت لغه العربيه، كيف درست تربيه اسلاميه ولا كانت الامور سهله اول؟ لا لا كانوا يعتبرون خريج الشريعه خريج اللغه يساوي خريج الشريعه بالنسبه للعلوم الشرعيه. بالنسبه للعلوم الشرعيه بعدين انا لما تخرجت من الجامعه ايه كان مفروض أني أقفز مرتبتين من المرتبة السلم القديم، من المرتبة الرابعة أقفز إلى المرتبة السادسة. تمام. اللي حصل طول عمرك أنه كنت في ذلك الوقت مدير للمعهد، مدير للضمان الاجتماعي، مدير مكتب الضمان الاجتماعي بالقصيم. أنت؟ ببريد. هي كنت مدير مكتب الضمان الاجتماعي بالقصيم المرتبة الرابعة في السلم القديم، وكان مفروض أني أخذ المرتبة السادسة كأستاذ جامعي، السادسة للجامعيين. فكتب مدير عام مدير عام مكاتب الضمان، مدير عام مكتب مكاتب الضمان الاجتماعية اللي هو الشيخ عبد العزيز النعيم الله يختم له الجنة، كتب عرض لمعالي الوزير اللي هم أبا الخيل. أبا الخيل نعم. إيه كتب له عرض على أنه يستثنى ويرقى من الرابعة إلى السادسة ويبقى مدير للضمان الاجتماعي. معالي الوزير بطريقة أو بأخرى كتب
انه التقفيز اللي هو الترقية الاستثنائية لا تكون الا للمتخصص، فلا بد ان تكون شهادة الهويمل ان تكون إدارية يعني تجارية. إيه؟ تخصص تجاري. بالتالي اضطررت اني انتقل من الضمان الاجتماعي الى التعليم، ارجع الى التعليم. كنت انا مدرس ابتدائي الا بلا انتقلت للضمان، الضمان الاجتماعي، وهذه قصه طويله. بدار الايتام كنت انا مدرس بدار الايتام. انت مدرس إيه؟ في كنت مدرس بدار الايتام اي بعد ما اخذت الابتدائيه. إيه؟ وبعدين تحولت الى مدير للضمان الاجتماعي. حصل مشاكل ايام الملك فيصل الله يرحمه عندما بدا تصحيح الاوضاع ومحاسبه المقصرين والمتلاعبين، اختاروني انا من بين الاربعه موظفين ما ادينوا اني اكون انا مدير مدير دار الأيتام، واستمرت فيها. ثم بعد ذلك فتح مكتب الضمان الاجتماعي فنقلت إليه كمدير. في هذه الأثناء رفض معالي الوزير أني الترقية. الترقية قالوا لابد أن يكون شهادته شهادة تجارية. إيه؟ فرجعت إلى التعليم، ورجعت إلى التعليم وما كان هناك مجال في القصيم، انتقلت إلى ضرمة متوسطة ضرمة. فبدأت ضرمة، عفوا، في ضرمة. وضرمة منطقة ضرمة، منطقة ضرمة بعيدة جدا عليك. إيه بعيدة جدا. وبعدين مشكلة أنه بيت بالقصيم، بالقصيم وبيت بضرمة وزوجة في القصيم وزوجة بضرمة، يعني فيها مشقة، فيها مشقة. وكل يوم ما هنا إمكانيات يعني سيارة ديدسون حوض، هذه كل اللي عندي. أيه. وكل ما أتبناه السيارة وبيت شعبي. المهم اللي حصل أنه انتقلت، وبعدين توسط لي كان الشيخ عبد العزيز النعيم الله يرحمه، الله يختمه بالجنة، مو عبد العزيز العلي، عبد العزيز العبد الله، كان هو مديرة قلم التحرير في وزارة المعارف، كان له أصدقاء وطلب منهم أنهم يعيدون إلى بريده، وعادون إلى بريده. ومن بعدين قال غديك تجي عندنا بالرياض تدرس اللغة الإنجليزية بالمعهد، معهد الإدارة. ورحت هناك لكني ما وفقت. كان أول درس أخذناه مدرس إنجليزي، اللي درسنا مدرس إنجليزي، وأنا من خريجين المعاهد العلمية ما فيها مواد إنجليزية، بينما اللي معي كلهم ثانوي وعندهم مبادئ ولغة إنجليزية. أنت الوحيد اللي كنت من المعاهد؟ تقريبا أنا واثنين أو ثلاثة معي. هذا كان عام 1391 هجري. 1391. فحاولت إني أمشي، وضغط علي وحاولت، ولا ما في إمكانية. ما إلا أنه أول مادة جاءنا مدرس إنجليزي. إيه؟ وقال لي كل واحد يذكر اسمه باللغة الإنجليزية. ما قدرت أنا، ما أعرف. قلت اللي بجنبي ابن حلال علمه أني ما من خريج معهد علمي، يعني تعاطف معي. لكن ما، وأخيرا رجعت إلى التعليم. إيه ما كملت المعهد؟ ما كملت المعهد، لا ما كملته. صعب عليك انجليزي؟ لا، الا كملت معهد اداره عامه. إيه معهد اداره عامه؟ ايه، حول النعيم الله يذكره بالخير الى اداره عامه. وجلست 6 اشهر بالرياض، اخذت اداره عامه. وش تدرس؟ دبلوم اداره عامه. اي دبلوم. وش تدرس الله يحييك؟ ها؟ وش تدرس؟ وش المواد اللي تدرسونها؟ التجاريه. تجاريه واداريه؟ ايه تجاريه واداريه وعلم نفس وعلم نفس. اخذت اهلك معك؟ في الرياض هي؟ إيه إيه إيه. جلست استأجرت بالصلحية، صلحية كان حي جديد تو قايم، ومباني بيوت شعبية، واستأجرت هناك 6 أشهر أو 7 ورجعت القصيم. طيب، وأنت على رأس العمل كنت؟ رأس العمل في الشؤون الاجتماعية؟ إيه 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 إيه. شؤون اجتماعية. ممتاز. رجعت بعد 6 أشهر، وين رحت يا دكتور؟ بعد 6 أشهر هذه؟ وشلون؟ لما خلصت المعهد. معهد الإدارة. إيه.
رجعت للرياض للقصيم لما رجعت للتدريس. إيه؟ رجعت القصيم إيه؟ للتدريس. إيه؟ فعينت اول ما يعني كما قلت بالظلمه. ممتاز. ورجعت عاد من الظلمه اخذت معهد اداره ثم رجعت للقصيم مدرس بالعزيزيه بالثانويه. اي بالثانويه بالعزيزيه الثانويه. وجلست فيها مده 11 سنه. 11 سنه. بعدها يا دكتور بعد الثانويه هذه لما انتهيت من التعليم انت كمدرس. ايه. وين اتجهت الله يرضى عليك؟ اتجهت للجامعه. للجامعه فتح عندنا كليات بذا. إيه الان اصبحت مدرسا في الجامعه. في الجامعه ودرس الادب السعودي. طيب اخذت ماجستير. هم عاد واصلت اخذت ماجستير بنفس الجامعه واخذت دكتوراه بنفس الجامعه واستمريت. طيب انا اذكر دكتور انك اخذت دبلوم دراسات عليا في التربيه. إيه في علم النفس. في علم في الاداره وعلم النفس. لا في الاداره. في الاداره. وش قصه الدبلوم هذا يعني من اللي وجهك له؟ هل هي رغبه؟ معهد الاداره. معهد الاداره هي عمليه حلول ما هي برغبه قائمه. هي عمليه حلول وتخلص من هذه الضوائق اللي مررت فيها. لا عفوا في عام 1394 ايه انت ذهبت الى كليه التربيه. اي نعم. في جامعه الملك سعود وحصلت على دبلوم اظن في علم النفس. اي نعم نعم اخذت دبلوم علم النفس. ما علم النفس. هل هذا بانتداب من الوزاره ولا برغبه منك؟ لا رغبه مني انا طلبت ومنحوني وافقوا على اني اروح للجامعه. للجامعه اي. حياتك في الجامعه يا دكتور هل تختلف عن حياتك بالقصيم ولا طبعا كيف وجدت الجامعه؟ لا تختلف لانه اجواء علميه جاده وتخصصيه ويعني وفيها التزامات يعني بحوث ومكتبه يعني واحد يقضي. وانا في الدبلوم اشتغل يمكن 18 ساعه ما بين تحضير مواد الماجستير وما بين تحضير الدبلوم الدراسات العليا. وأظن تخرجت منها بمعدل جيد جدا. إيه نعم. إيه نعم بمعدل امتياز. لكن الخويتر الله يذكره يرحمه كان ما عنده إمكانيات مادية لتصرف مكافأة. كان اللي ياخذ امتياز ياخذ مكافأة مالية. إيه؟ فلكي يتخلص الخويتر الله يرحمه من هذه الضائقة قال لا تعطونهم امتياز كلهم خلوهم جيد جدا جيد جدا. وعطونا جيد جدا ولا كنا اخذين امتياز مع استحقاق الامتياز. اي نعم نعم. طيب هل هذه الان الشهاده دكتور فاتك هذه الان الدبلوم علم النفس؟ لاني اذكر انت وفي بدايه حياتك يا دكتور تدريسك لما درست في الابتدائي كنت تدرس مواد او ترغب في علم النفس والتاريخ اي طبعا درست المواد هذه كلها درستها سواء في الابتدائي في المتوسط او في الثانوي. لا سؤالي ليش انت يا دكتور اخترت علم النفس يعني دبلوم علم النفس؟ لماذا هذا التخصص؟ يعني ما اخذت لغه عربيه ما اخذت تخصص اخر مثلا شرعي او هو المتاح في ذلك الوقت. وعمليه تخلص من بعض الضوائق اللي نمر فيها هي عمليه كيف؟ ليست عمليه رغبه اوليه هي ثانويه تعتبر. طيب وبعدها اخذت ماجستير درست الماجستير. اي نعم نعم. رجعت لجامعة الامام. رجعت لجامعة الامام في القصيم. في القصيم. ايه. وبدات معيد. معيد. جلست معيد. كم سنة يا دكتور في المعيد؟ ما دخلت السلم لانهم لما قالوا انت بتصير معيد. ايه. لما تصير معيد معناته ينقص راتبك 4000. صعبة ينقص راتبي 4000. ايه. حاولت وكتبت للوزير وكتبت لمدير الجامعة وكتبت لهم لكن اعتذروا وعطون خطاب من صفحة كاملة إن هذه سلبيات الأنظمة ولا نقدر نعمل شيء يعني نخليك الآن عدلوا اسمحوا يعني ما يمكن تنقص راتبك الآن لو صرت معي. فاضطررت إني أبقى في المستوى السادس
في التعليم. التعليم مستوى السادس، ما دخلت السلم الجامعي. ممتاز، أنت في التعليم لكنك تدرس في الجامعة. الجامعة نعم. وش المواد اللي تدرسها يا دكتور؟ أدب سعودي، كنت أدرس أدب، أدب أدب وش اسمه أدب سعودي وأدب عباسي وأدب عربي. كيف كان اختيار يعني الأستاذ لهذا التخصص يا دكتور؟ مثلا الآن الأدب السعودي، الأدب العباسي، وش فيه؟ كيف كان اختيار؟ من اللي يختار لك؟ هل أنت تختارها ولا ولا إدارة الجامعة؟ حسب الظروف اللي لا، المؤهل اللي أخذته هو اللي يوجهك، هو اللي يتحكم فيك. المؤهل هو الذي يتحكم فيك، ولا تتحكم أنت بالتخصص. رسالتك الماجستير وش كان عنوانها أولا؟ ها؟ رسالتك الماجستير وش كان عنوانها؟ عنوانها اتجاهات الشعر المعاصر في نجد. اتجاهات الشعر المعاصر في نجد. من اللي يختار لك هذا البحث يا دكتور؟ أنا اللي اخترته لسبب أنه كان للشيخ عبد الله بن دريس كتاب اسمه شعراء نجد المعاصرون. إيه؟ شعراء نجد المعاصرون. فأنا عملت، هو جاء بترجمة ذاتية ومختارات، أنا قمت ودرست هذه النصوص، درست هذه النصوص بناء على دراسته هو الذي جت بالترجمة. هو يدرس، يترجم للشاعر، لكنه يقدم ما لا يقل عن صفحة أو صفحتين، يقدم عنه مقدمة يعني عن 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 شاعريته. جميل. فأنا استفدت من هذا الكتاب، بل كان هو الركيزة الأولى لي. وفيه كتاب آخر أيضا قبل بن دريس اللي هو الشنقيطي، واحد اسمه الشنقيطي غير الشنقيطي المشهور، اسمها النهضة الأدبية في نجد، النهضة الأدبية في نجد. هذا الكتاب برضو كان يترجم لعدد من الشعراء والأدباء والعلماء. أنت الآن كان عنوان بحثك الاتجاهات الشعرية في نجد، في نجد، في أدباء نجد أو في نجد في نجد في نجد في نجد. طبعا نجد تقصد منطقة نجد اللي فيها طبعا بما طبعا فيها القصيم وليس الحجاز. لا لا، بس المنطقة الرياض والزلفي وضرمة والمنطقة كلها، شقراء وبريد وعنيزة. ممتاز. هل كان في الشعراء في ذاك الوقت يعني كثر؟ ايه، بالنسبة لمنطقة القصيم بالذات. طبعا عنيزة تعتبر هي المدينة الأولى بالنسبة للشعراء النجديين، لها في عدد كبير من الشعراء. أنت ترجمت لعدد يعني من الشعراء؟ إيه نعم، درستهم دراسة. إيه؟ كم عددهم يا دكتور تذكرهم الآن؟ يمكن 11 أو 12 منهم. يا دكتور من تذكر منهم الآن؟ الشبل والعثيمين و صاحب العقد الثمين. إيه. لا لا، وين العثيمين؟ هو منهم طبعا، بس العثيمين الآخر اللي هو نعم، عبد الله الصالح الله يغفر له، وش اسمه، مجموعة. والله يا أخي أنسى الآن، تفهم الذاكرة ما عاد. وأخذت امتياز عليها على في الرسالة، أخذت ممتاز في الرسالة. إيه، أخذت امتياز مع التوصية بطبع الرسالة. وطبيعت طبيعتي طبعا. من اللي كان مشرف عليها؟ كان المشرف عليها شو اسمه، محمد بن سعد بن حسين، دكتور محمد الله بن عليه. حسين رحمه الله. وكان نعم. كفيف؟ إيه كان كفيف. كنت أنا مدير شو اسمه، مدير شو اسمه، مدير رئيس النادي الأدبي، وكنت أستدعيه ضيف للنادي ويجلس عندنا أسبوع، أربعة أيام، خمسة أيام، أقرأ عليه ويصحح لي ويعدل لي. اللي هي الماجستير. إيه الماجستير هذه. أنت دكتور لما كنت تدرس في الجامعة معيدا على المرتبة السادسة في الوزارة. إيه نعم. كنت نادي رئيس النادي الأدبي. رئيس النادي الأدبي نعم. أول رئيس النادي الأدبي أنت. أول رئيس النادي الأدبي أنا، أول مؤسس له. قصة إنشاء لو سمحت يا دكتور. قصة إنشاء أنه عندما أنشئ نادي الرياض كتب لي الشيخ حمد الجاسر
وعبد الله بن خميس خطاب موجود عندي العالم ممكن اعرض بكره تصوره. جميل. خطاب يطلبون عضويتي معهم والمساهمه معهم واعطائهم بيان بالادباء اللي موجودين على اساس انهم يراسلون. ولما اسس وافقت الوزاره وزاره الاعلام على فتح النادي بالرياض تقدمت انا مع مجموعه من الاخوان من بريده 10 او تقريبا او 11 وتقدمت وطلبنا اننا ننشئ نادي ووافقوا على ذلك قالوا لازم تفتحون النادي انتم. فتحت النادي مع مجموعه من الاخوان استاجرنا شقه وبعدين شقة تبرع من أحد المحسنين وبعد ذلك استأجرنا مقر وفتحنا النادي. جلسنا في المقر يمكن 6 أو 7 سنوات بعد ذلك اشترينا مقر وجلسنا فيه ثم بعد ذلك منحنا أرض وبنيناها الآن يعتبر معلم من معالم المنطقة هو النادي الأدبي ومكتبة كبيرة ويعني يعتبر معلم من معالم المنطقة أدبيا ما شاء الله. واستمر الآن النادي على بعدين اي نعم جاء الوزير اللي هو إياد مدني الله يذكره الخير و شو اسمه غير مجالس الإدارة قرر تغيير مجالس الإدارة كلها وضمنها غيرت أنا من ضمن من تغير وبعدين تولاها زملاء لي حتى طيب. الآن لا زال معنا. طيب عفوا النادي الأدبي في كم كان عمرك لما أسسته دكتور؟ عمري يمكن في العشرينات؟ لا بالثلاثينات أو الأربعينات لا بعشر الأربعين إيه؟ يمكن 37 عمري. وش أبرز الأنشطة اللي كانت موجودة في المعهد يا دكتور؟ هو نشاط من أول ما كان فيه تلفزيونات ولا رواد ولا فيه وسائل كمبيوتر ولا فيه أي شيء يعني كان له حضور له بروز. نعم أنشطة أدبية ومسيات ثقافية وأنشطة أدبية ومسابقات بحوث كل ما بين فترة وفترة نطرح مسابقات ويعني تجيبون شعراء من خارج المملكة؟ إيه طبعا من خارج المملكة ومن داخل المملكة نستدعيهم ويحاضروا إما محاضرين ولا أمسيات ولا غيره وكان يحضر ناس يعني كانت النخبة تحضر القاعة تمتلئ. الآن النادي يقيم الأمسية الثقافية المتميزة ولا يحضرها إلا عدد قليل يمكن 20-25 أكثر أقل. دكتور أنت لك نشاط الآن في المعهد الآن والله في النادي نعم نعم ما في تشارك فيها أحيانا يشارك نعم يشارك فيها بعض الأمسيات وبعض شو اسمه الندوات الثقافية والنقدية وغيرها. وأيضا الدكتور هل كان له إصدارات يصدر بحوث يصدر كتب يصدر من النادي؟ إيه طبعا النادي عندما خرجت من النادي كان المطبوع أكثر من 100 كتاب 100 كتاب المطبوع من النادي الآن تجاوزت 200 أو 300 المطبوعات ما شاء الله. بس الآن طبعا أصبحت تحولت الإعانة من 800,000 إلى 200,000 صعبة 200,000 ما تغطي الرواتب الآن النادي. دكتور يعني هالرحلة الجميلة هو في النادي الأدبي ولعلنا بإذن الله عز وجل إن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث عن بداية يعني عملكم في يعني الإنتاج العلمي سواء مقالات أو يعني ما كتبتوه في المجلات أو الجرائد اليومية وإنتاجكم العلمي بإذن الله عز وجل. نستأذنكم الله يبارك فيكم إن شاء الله. أيها الإخوة باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حسن بن فهد الهويمن. ألتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة.
دمتم في رعاية الله حفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سيرة عطرة عقد من الدرر تحكي جواهره عن طيب الأثر. ضيف من الذكرى من الذكرى كبرى ضيف من الذكرى ومواقف كبرى بالنور قد كتبت لتضيئك القمرِ.